بيوم الميلاد المجيد كنا عم نستمع لمعايدات وأمنيات السوريين، أكيد نتمنى ميلاد مجيد لكل الناس ولكل السوريين لبلدنا الحبيب. يا رب هيك السنة الجاي إن شاء يكون الله السلام بقلوب الكل. إن شاء الله يا رب نور، أكيد لإلك أيضا ولعائلتك. رح ننتقل لمساحة من العمل الإنساني وفعل الخير الذي ترعاه الكنيسة الأم، وبتشجيع أيضا وبدعم من مجموعة أنشطة شبابية هدفها محبة الناس والوطن. اليوم رح نتعرف على أحد هذه الأنشطة في كنيسة سيدة دمشق، رسالة أبناء السيدة، مع ضيفتنا رهف يوسف حلاقي. يسعد صباحك رهف، ميلاد صباحكم، مجيد. ينعاد عليكم وميلاد أهلا مجيد. وسهلا فيك. ينعاد عليك بالخير والصحة. بالبداية خلينا نحكي عن نشاطاتكم كرسالة أبناء السيدة. تمام. لا، نحن رسالة أبناء السيدة هي فرقة بكنيسة سيدة دمشق من 1983 موجودة بالكنيسة. هي نشاط اجتماعي ديني ثقافي ترفيهي بيهدف لنشر رسالة السيد المسيح بالمحبة والسلام. المبدأ تبع رسالة أبناء السيدة هو العيلة الوحدة، نحن شعارنا هو كلنا إخوة، بحيث يكون الأخوة المسؤولة عن الأولاد هي أخ كبير لإله بيقدر يلجأ له بمشاكله ويكون قدوة لإله. وعهذا المبدأ نحن بنشتغل مع الأولاد من الصف الأول للبكالوريا، بعد البكالوريا بيتهيئوا ليصيروا أخوة كمان ويقدروا يردوا الجميل اللي الأخوة صنعوا لهم إياه كمان لأولاد أصغر يكونوا لإلهم قدوة. حلو كتير. يعني الرسالة من هذا الاسم، خلينا ننطلق نحن ونقول شو هي الرسالة. يمكن دائما اللي نحن دائما كفرق كشفية أو كمجموعات شبابية بنسعى لها، يمكن الاسم هو من صلب الموضوع اللي نحن فيه. تمام. هلا نحن الرسالة مانا كشاف، هي فرقة بالكنيسة ونشاط هدفه إنه ينشر المحبة والسلام، ومنه طلعت المبادرة. خلينا نحكي عن نشاطاتكم، يعني أهم النشاطات اللي قمتوا فيها بال 2021. نحن عبواب نستقبل عام جديد، وشو اللي بتطمحوا له بالعام 2022؟ التوسع بنشاطاتكم، أهداف جديدة حابين تحققوها؟ هلا نحن دائما هدفنا إنه نتوسع أكثر، بنوصل لشريحة عدد أولاد أكبر تقدر تعيش الرسالة وتاخذ هذا الانتماء للرسالة. هي السنة كان التيم تبعنا أو التيم الموضوع الهدف المركز عليه هو اثبتوا فيها وأنا فيكم. حسينا إنه هي السنة شوي الانتماء إن كان على جو العيلة أو الكنيسة أو حتى للوطن كل ماله عم بيقل، فحبينا نحن نركز عليه ويعني نشتغل على إنه الولد ينتمي لعائلته، ينتمي يرجع ينتمي للكنيسة وينتمي لسوريا في هاي الظروف. يعني رهف، هو مفهوم الانتماء يمكن اللي انتم هلا مركزين عليه في ظل الظروف اللي نحن عم نعيشها، الانتماء للعائله، الانتماء للوطن، اكيد نحن اصلا هو اللي بخلانا موجودين هو الانتماء. طبعا. خلينا نحكي عن البرامج اللي انتم بتقوموا فيها للاطفال، شو بتعملوا في دورات تدريبيه ممكن انتم تقوموا فيها غير الانشطه الترفيهيه اللي نحن بنعرفها؟ هلا نحن بنلتقى مع الاولاد كل اسبوع بلقاء ساعتين اجتماع، بهذا الشيء نحن بنحاول نوصل لهم الشيء الاجتماعي، الشيء الروحي والشيء الترفيهي والثقافي بمدة ساعتين. طبعا نعمل أنشطة إن كان مخيمات أو مبيتات، ويعني الشغلات الثانية هي حسب الوقت الفضاء، بس هذا الشيء الروتيني. وعندنا بفترة الميلاد طبعا مبادرة اسمها رسالتك وصلت. تمام. خلينا نحكي عن فترة الميلاد، أهمية اليوم هي النشاطات اللي عم تقوموا فيها بالميلاد، وأهمية إنه نتذكر الآخر بالميلاد، مش فقط مع عائلاتنا ومع أنفسنا، لا، دائما في بنقول الميلاد هو عطاء، هو الفرح بهيدا العطاء. تمام. نحن من هذا المبدأ اللي عم تحكي من 2014 لهلأ عنا مبادرة اسمها رسالتك وصلت، هي مجموعة مبادرات سنوية ميلادية بتصير بهي الفترة، هدفها أنه نحن ننشر الفرح والعطاء على كل الناس. بديت بأنه نحن نشوف شو احتياجات هي العالم، بديت بزيارة صغيرة لهدول الناس ببيوتهم نقدر نقدم لهم هدية صغيرة. كانت بديت بجمع تياب بحالة جيدة وزيارة، بس زرنا هدول العالم شفنا أنهم بحاجة أكثر من هيك، فعملنا مبادرات أكثر لنقدر نأمن لهم إن كان غذائيات، منظفات، أدوات كهربائية، أي احتياج. كل عائلة عم تختلف حاجتها عن الثانية، فمن هاي الفكرة انطلقنا، وهي مجموعة مبادرات ما أنا مبادرة واحدة بس عم تصير بالميلاد، لأنه هاي هذا الشهر فيه العطاء يعني مختلف. صحيح. مختلف، وفيه فرصة لنرجع نولد بجديد مع ميلاد المسيح، فهذا الشيء اللي عم نحاول نعمله وحتى الأولاد بتشارك فيها يعني. صحيح.
يمكن الرسالة في كل زمان إلى هدف معين هي عم تسعى له، مثل ما ذكرتي هلأ نحن الرسالة تبعنا هي أنه نقوم بمبادرات دائما لمساعدة الآخرين، خاصة في ظل الظروف اللي نحن عم نعيشها. أكيد نحن ما لنا منفصلين عن الواقع اللي نحن عم نعيش فيه، وخاصة الشباب يلي هن عم يعملوا المبادرات. هل هناك دعم لمبادرة الرسالة سواء برعاية من الكنيسة، من المتبرعين، من أصحاب الأيادي البيضاء؟ طبعا احنا يعني لولاهم ما فينا. طبعا بلش الدعم من الدعم الكنسي، من الاب رأفت ابو النصر ومن الاب سامي حسني. بلش من 7 سنين هن كانوا معنا بغرفه صغيره بالكنيسه، قدروا يامنوا لنا اياها لنحط فيها حاجاتنا. وطبعا نحن كل سنه حسب الخير اللي عم يجينا من العالم نحن عم نقدر نعطي، بس يعني كل سنه كل ما كان الوضع الاقتصادي شوي لأسوأ ممكن الخير عم بيقل، بس ولا سنه انقطع. فحسب شو بيجينا خير نحن عم نقدر نوصل لعيال أكثر. وانتوا عم تجسدوا فعلا انه كلنا اخوة في كل الظروف، مو بس بايام طبعاً الفرح، لا بايام كمان الصعبة اللي عم تمر علينا. نتشكرك اكيد، نتمنى لكم التوفيق وميلاد مجيد، وان شاء الله العام القادم تحققوا نشاطات واهداف اللي بدكم اياها. شكرا شكرا وينعاد على الجميع، ميلاد مجيد لكم. ينعاد عليك وعلى عائلتك، ميلاد مجيد لكم. اكيد نوجه تحية لكل افراد الرسالة، وان شاء الله يا رب تكون هي رسالة خير وسلام في زمن الميلاد وكافة الازمنة.